بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نتناول الصفحة مئة وأربعة من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي أحيط عدد أرقام الخارج من بين الأعداد المقترحة إذا لدينا أعداد مقترحة للخارج هنا نرجع الى تاطير المقسوم بين يعني مضاعفين متتاليين للمقسوم عليه كما راينا في الدرس السابق اذا ستة وثلاثون نحصرها هنا المقسوم عليه هو ستة في ستة في دائما ابدأ بواحد اذا وضعت هنا واحد سوف اضع هنا عشرة، دائما أضيف صفر إلى الواحد، إذا واحد عشرة، ستة في واحد يساوي ستة، ستة أصغر من ستة وتلاتين، نعم، ستة في عشرة يساوي ستون، نعم ستون أكبر من ستة وتلاتين، إذا عدد أرقام الخارج محصورة بين واحد وعشرة، ما معنى محصورة بين؟ واحد وعشرة يعني الأعداد التي توجد بين واحد وعشرة كلها تتكون من رقم واحد يعني اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذا هذه الأعداد كلها محصورة بين واحد وعشرة تتكون من رقم واحد يعني أن عدد أرقام الخارج هي رقم واحد إذن سوف رقم واحد وهناك طريقة أخرى لمعرفة عدد أرقام الخارج بكل سهولة نركز على اليمين هنا وليس على اليسار ستة مضروب في عشرة إذا هنا أحسب عدد الأصفار صفر واحد يعني عدد أرقام الخارج هو رقم واحد إذا كان صفران فعدد أرقام الخارج اثنان يعني رقمان إلى آخره إذا سوف نحيط العدد واحد ننتقل إلى العدد الموالي ثلاثة وخمسون مقسوم على خمسة نتبع نفس الطريقة إذا ثلاثة وخمسون محصور بين المقسوم عليه هو خمسة في خمسة في اذا دائما ابدا بواحد وهنا اضع عشرة اذا خمسة في واحد يساوي خمسة خمسة اصغر من العدد ثلاثة وخمسين نعم هذا صحيح خمسة في عشرة يساوي خمسون هل ثلاثة وخمسون اصغر من العدد خمسين لا اذا اضيف هنا صفر كذلك اضيف هنا صفر إذا عدد أرقام الخارج إذا خمسة في عشرة يساوي خمسون خمسون أصغر من ثلاثة وخمسون صحيح خمسة في مئة خمس مئة إذا ثلاثة وخمسون أصغر من خمس مئة نعم إذا هذا صحيح هذه متساوية صحيحة إذا آه عدد أرقام الخارج نستخلصها من الأعداد المحصورة ما بين عشرة ومئة إذا عشرة يسبعوها العدد 11, 12, 13 إلى أن نصل إلى 97, 98, 99. إذا قبل مئة بواحد وهنا بعد عشرة بواحد. إذا هذه الأعداد كلها من 11 إلى 99. هذه الأعداد كلها تتكون من رقمين. إذا عدد أرقام الخارج هو 2 وبطريقة أخرى أعد هذه الأصفار كم من صفر يوجد هنا يمين الواحد واحد اثنان إذا عدد أرقام الخارج رقمان إذا سوف أحيط العدد اثنان واحد وثمانون مقسوم على ثمانية إذا نتبع نفس الطريقة إذا ثمانية في ثمانية في دائما هنا ابدأ بواحد هنا عشرة ثمانية في واحد يساوي ثمانية، ثمانية أصغر من واحد وثمانين، نعم هذا صحيح، ثمانية في عشرة يساوي ثمانون، واحد وثمانون أصغر من ثمانون، واحد وثمانون أصغر من العدد ثمانين، لا هذا خطأ، إذا أضيف صفر وهنا أضيف صفر، إذا ثمانية في عشرة ثمانون، ثمانون أصغر من واحد وثمانين، صحيح، ثمانية في عشرة ثمانمائة. واحد وثمانين أصغر من ثمانمائة نعم هذا صحيح إذا عدد أرقام الخارج نستخلصها من الأعداد المحصورة بين عشرة 10 ومائة يعني من إحدى عشر إلى تسعة وتسعين كل الأعداد المحصورة ما بين عشرة 10 ومائة تتكون من رقمين إذا عدد أرقام الخارج هو رقمان أو بكل سهولة واحد اثنان صفران بعد الواحد إذا عدد أرقام الخارج هو رقمان إذا أحيط العدد اثنان جو كولوغي لو ألون الخارج الصحيح واحد وثلاثون مقسوم على ثلاثة هل يساوي عشرة مئة ألف هنا عدة طرق لمعرفة الجواب الصحيح هنا العدد يتكون من رقمين مقسوم على رقم واحد لا يمكن ان يعطينا يكون الخارج يتكون من ثلاثة ارقام ولدينا المقسوم يتكون من رقمين فقط اذا مئة لا الف لا اذا تبقى عشرة اذا واحد وثلاثة مقسوم على ثلاثة سيكون الخارج هو عشرة سنلون هذه البطاقة ستة واربعون مقسوم على خمسة إذا هذا العدد مكون من رقمين، ونقارن كذلك المقسوم مع هذه الأعداد، إذا هذا العدد يتكون من ثلاثة أرقام، لا يمكن أن يكون الخارج يتكون من ثلاثة أرقام والمقسوم يتكون من رقمين، هنا الخارج مثلا تسعون وهنا المقسوم ستة وأربعون، لا يمكن أن يكون الخارج أكبر من المقسوم، إذا. الخارج الصحيح هو تسعة سوف نلون هذه البطاقة هنا سبعة وسبعون مقسوم على تسعة هذا العدد المقسوم يتكون من رقمين هنا الخارج يتكون من ثلاثة أرقام لا لأن لا يمكن أن يكون الخارج أكبر من المقسوم أوضح لكم هذا المثال إذا لدينا رقمان ويكون الخارج يساوي ثلاثة أرقام هذا خطأ من الوهلة الأولى بالنسبة لثمانون كذلك لدي سبعة وسبعون هو المقصوم والخارج هو ثمانون هذا لا يمكن إذا بقي ثمانية نعم ثمانية هو الخارج الصحيح إذا نلون عشرة تسعة ثمانية جو بوز أضع وأنجز، إذا العملية الأولى ثمانية وثلاثون مقسوم على خمسة، لدي ثلاثة خمسة، دائما أقارن هذا الرقم بهذا العدد، هنا ثلاثة خمسة، إذا كان هذا العدد يساوي هذا العدد أو أكبر منه، نعم أعتمده وأقسم، إذا كان هذا العدد أصغر من هذا العدد، لا يمكن أن أقسمه. بل أضيف إليه الرقم الموالي وأعتمد العدد كاملا إذا تلا أعيد أقارن ثلاثة مع خمسة إذا كان مثلا ثلاثة أكبر من خمسة أو يساوي خمسة نعم أقسم أما إذا كان ثلاثة أصغر من خمسة فلا أعتمده وأضيف عليه الرقم الموالي إذا هنا ثلاثة فهي أصغر من خمسة لا يمكن إذا أعتمد العدد كاملا ثمانية وثلاثون هنا أرجع إلى جدول ضرب العدد خمسة دائما أقول إنجاز عملية القسمة يحتاج إلى حفظ جدول الضرب حفظا عن ظهر قلب إذا كان جدول الضرب غير محفوظ فالإنجاز سوف يكون خاطئ أو يكون بصعوبة كبيرة إذا هنا أرجع إلى جدول ضرب خمسة إذا جدول ضرب خمسة خمسة في واحد خمسة، خمسة في اثنان عشرة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة في أربعة عشرون، خمسة في خمسة خمسة وعشرون، خمسة في ستة ثلاثون، خمسة في سبعة خمسة وثلاثون، خمسة في ثمانية أربعون، لدينا ثمانية وثلاثون يعني بين هذين العددين بين خمسة وثلاثين وأربعين، إذا العدد أربعون أكبر من ثمانية وثلاثون، إذا لا نعتمد إذا نعتمد. خمسة وثلاثون ما هو العدد الذي ضربناه في خمسة وأعطى خمسة وتلاتين هو سبعة إذا سبعة هو الخارج سبعة في خمسة كم كما رأينا في جدول الضرب خمسة وثلاثون وأنجز عملية الطرح دائما هنا أعمل إشارة ناقص ثمانية ناقص خمسة يساوي ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي صفر إذا الخارج سبعة، الباقي، ثلاثة، تسعة وأربعون مقسوم على ثلاثة، أبدأ دائما برقم واحد، الرقم على اليسار، أربعة أقارن أربعة مع ثلاثة، أربعة أكبر من ثلاثة، نعم، إذا يمكن أن أقسم هذا العدد على ثلاثة، إذا أربعة مقسوم على ثلاثة، إذا رجعنا إلى جدول الضرب، ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة في اثنان يساوي ستة، ليس لدي ستة، إذا ثلاثة في واحد إذا الخارج هو واحد إذا ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في اثنان ستة لا يوجد أربعة أربعة يوجد هنا لا أعتمد ستة لأن ستة أكبر من أربعة إذا أعتمد ثلاثة إذا ثلاثة مضروب في واحد أعطى ثلاثة إذا واحد هو الخارج واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة أكتب ثلاثة تحت أربعة أنجز عمل الطرح أربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد أنزل تسعة يصبح العدد تسعة عشر إذا تسعة عشر مقسوم على ثلاثة أرجع إلى جدول ضرب ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة عشر ثلاثة في ستة ثمانية عشر ثلاثة في سبعة واحد وعشرون إذا لدينا تسعة عشر هنا دائما أعتمد العدد الأصغر ولا أعتمد واحد وعشرون لأن ليس لدينا واحد وعشرون، لدينا تسعة عشر يعني أكبر من ثمانية عشر، أعتمد هذا الخارج، إذا كيف حصلنا على ثمانية عشر؟ ما هو العدد الذي ضربناه في ثلاثة وأعطى؟ ثمانية عشر هو ستة، إذا ستة هو الخارج، أضرب ستة في ثلاثة يساوي ثمانية عشر، أكتبها هنا، إذا تسعة ناقص ثمانية يساوي واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر. إذا الخارج ستة عشر والباقي واحد. أحدد الأرقام الناقصة في كل عملية. إذا نبدأ بهذه العملية. إذا ستة مقسوم على خمسة واحد. يعني ستة كم يوجد فيها من خمسة. توجد مرة واحدة يعني واحد واحد في خمسة خمسة ستة ناقص خمسة يساوي واحد أنزل خمسة خمسة عشر مقسوم على خمسة ما هو العدد الذي نضربه في خمسة ويعطي خمسة عشر إذا رجعنا إلى جدول ضرب العدد خمسة إذا خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر في ماذا ضربنا خمسة في ثلاثة إذا ثلاثة هو الخارج ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر خمسة ناقص خمسة يساوي صفر واحد ناقص واحد يساوي صفر إذا الخارج ثلاثة والباقي صفر، ننتقل إلى العملية الموالية، هنا سبعة مقسوم على ستة واحد، واحد في ستة يساوي ستة، سبعة ناقص ستة يساوي واحد، أنزل تلاتة، يصبح العدد ثلاثة عشر، مقسوم على ستة، إذا رجعت إلى جدول ضرب العدد ستة، ستة في واحد ستة، ستة في اثنان اثنا إذا أعتمد ستة في اثنان. لأن ستة في ثلاثة تمانية عشر وأنا لدي ثلاثة عشر إذن ستة في اثنان الخارج هو اثنان إذن اثنان في ستة يساوي اثنى عشر ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد واحد ناقص واحد يساوي صفر إذن خارج هذه القسمة هو اثنى عشر والباقي واحد أراد بستاني غرس تسعة وسبعين شجرة زيتون في ستة صفوف كم شجرة سيغرس في كل صف أنجز العملية في دفتري ثم أتمم عدد الأشجار في كل صف عدد الأشجار الباقية إذا هذا البستاني أراد غرس تسعة وسبعين شجرة في ستة صفوف كم شجرة سيغرس في كل صف إذا سوف نعتمد عملية القسمة سوف نقسم تسعة وسبعون على العدد ستة إذا سوف نعتمد عملية القسمة تسعة وسبعون مقسوم على العدد ستة نبدأ برقم واحد سبعة نقارن سبعة مع ستة سبعة أكبر من ستة إذا يمكن الاعتماد على هذا الرقم إذا سبعة مقسوم على ستة بمعنى آخر سبعة كم من مرة يوجد فيها العدد ستة يوجد فيها مرة واحدة إذا رجعنا إلى جدول الضرب ستة في واحد يساوي ستة ستة في اثنان يساوي اثنا اثنا عشر لا يمكن أن أعتمدها بل أعتمد ستة لأن ستة في واحد ستة إذا ستة ضربناه في واحد إذا الخارج هو واحد واحد في ستة يساوي ستة سبعة ناقص ستة يساوي واحد وننزل تسعة تسعة عشر مقسوم على ستة إذا رجعت إلى جدول ضرب العدد ستة ستة في ثلاثة ثمانية عشر ستة في أربعة أربعة وعشرون. إذا لدي تسعة عشر هنا. إذا ستة في ثلاثة. ثلاثة هو الخارج. ثلاثة في ستة يساوي ثمانية عشر. تسعة ناقص ثمانية. واحد واحد ناقص واحد صفر. إذا هذا الفلاح سوف يغرس ثلاثة عشر شجرة في كل صف. لأن الباقي واحد اذا ستبقى شجرة واحدة تبعد الضفدعة عن طعامها ب 96 سنتيمتر اذا علمت ان طول قفزة الضفدعة هو 8 سنتيمتر فكم قفزة تلزمها لتصل الى طعامها انجز العملية في دفتري ثم اتمم عدد القفزات هل وصلت الى طعامها اذا هذه الضفدعة يعني تبعد عن طعامها ب ستة وتسعين سنتيمتر، إذا علمت أن طول قفزة الضفدع يعني في كل قفزة أنها تبلغ ثمانية سنتيمتر، فكم قفزة تلزمها لتصل إلى طعامها؟ سوف ننجز عملية قسم ستة وتسعين على ثمانية، إذا ستة وتسعون مقسوم على ثمانية، أبدأ برقم واحد، تسعة، تسعة أكبر من ثمانية، إذا أعتمد تسعة، تسعة. مقسوم على ثمانية، تسعة كم من مرة يوجد فيها العدد ثمانية؟ مرة واحدة، إذا واحد، واحد في ثمانية، ثمانية، تسعة ناقص ثمانية، واحد، ننزل ستة، ستة عشر، ستة عشر، كم مرة يوجد فيها العدد ثمانية؟ أو ما هو العدد الذي نضربه في ثمانية ويعطي ستة عشر، إذا رجعنا إلى جدول ضرب العدد ثمانية. ثمانية في واحد ثمانية في اثنان ستة عشر إذن اثنان هو الخارج اثنان في ثمانية يساوي ستة عشر ستة ناقص ستة صفر واحد ناقص واحد صفر إذا عدد القفزات هو اثنا عشر هل وصلت إلى طعامها نعم أحدد بعلامة في كل عملية لها خارج مضبوط إذا ما معنى خارج مضبوط؟ يعني إذا أنجزنا عملية القسمة فالباقي يكون صفر إذا أربعة وعشرون مقسوم على اثنان اثنان مقسوم على اثنان واحد واحد في اثنان 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 ناقص اثنان صفر أنزلوا أربعة أربعة مقسوم على اثنان 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 في اثنان أربعة أربعة ناقص أربعة صفر هذه العملية خارجها مضبوط تمانون مقسوم على تمانية تمانية مقسوم على تمانية واحد واحد في تمانية 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 ناقص تمانية, تمانية صفر أنزل صفر صفر مقسوم على تمانية صفر صفر في تمانية صفر صفر ناقص صفر صفر إذا الخارج عشرة الخارج عشرة والباقي صفر إذا هذا الخارج مضبوط خمسة وثلاثون مقسوم على سبعة ثلاثة مقسوم على سبعة لا يمكن لأن ثلاثة أصغر من سبعة إذا أعتمد العدد كاملا ما هو العدد الذي أضربه في سبعة ويساوي خمسة وثلاثون إذا رجعت إلى جدول ضرب العدد سبعة إذا سبعة في أربعة ثمانية وعشرون سبعة في خمسة خمسة وثلاثون إذا في ماذا ضربنا العدد سبعة في خمسة خمسة في سبعة خمسة وثلاثون خمسة ناقص خمسة صفر ثلاثة ناقص ثلاثة صفر إذن الخارج مضبوط بالنسبة لخمسة وخمسون مقسوم على خمسة نعم الخارج مضبوط يمكن أن تنجز العملية وتتأكدوا تسعة وأربعون مقسوم على تسعة هذا الخارج غير مضبوط سوف ننجز العملية تسعة وأربعون مقسوم على تسعة إذا أربعة مقسوم على تسعة لا يمكن لأن أربعة أصغر من تسعة نعتمد العدد كاملا تسعة وأربعون مقسوم على تسعة أرجع إلى جدول ضرب تسعة تسعة في أربعة ستة وثلاثون تسعة في خمسة خمسة وأربعون تسعة في ستة أربعة وخمسون إذا العدد يوجد بين هذين العددين إذا دائما أعتمد الأصغر إذا تسعة مضروب في خمسة إذا خمسة هو الخارج إذا خمسة مضروب في تسعة خمسة وأربعون تسعة ناقص خمسة أربعة أربعة ناقص أربعة صفر إذا هنا الخارج خمسة والباقي أربعة إذا هذا الخارج غير مضبوط ثلاثة وستون مقسوم على سبعة نعم هذا الخارج مضبوط لأن سبعة في تسعة يساوي ثلاثة وستون والباقي صفر أضع وأنجز إذا نوجد هذه العمليات إذا ستة مقسوم على اثنان، نعم نعتمد ستة لأن ستة أكبر من اثنان، ستة مقسوم على اثنان يساوي ثلاثة، إذا رجعنا إلى جدول ضرب اثنان سوف نل سوف نجد اثنان في ثلاثة يساوي ستة، ثلاثة في اثنان ستة، ستة ناقص ستة صفر، ننزل اثنان، اثنان مقسوم على اثنان واحد، لأن جدول ضرب اثنان في واحد يساوي اثنان، واحد في اثنان اثنان، اثنان ناقص اثنان الباقي صفر. أربعة مقسوم على خمسة، لا يمكن لأن أربعة أصغر من خمسة، إذن نعتمد العدد كاملا، ثلاثة وأربعون مقسوم على خمسة، نرجع إلى جدول الضرب، العدد خمسة، إذن هنا إذا رجعنا إلى جدول الضرب سنجد خمسة في ثمانية يساوي أربعون، إذن ثمانية في خمسة يساوي أربعون، ثلاثة ناقص صفر ثلاثة، أربعة ناقص أربعة صفر، تسعة وستون مقسوم على العدد ستة، ستة مقسوم على ستة واحد. إذا ستة في واحد ستة ستة ناقص ستة صفر أنزلوا تسعة تسعة مقسوم على ستة إذا رجعت إلى جدول ضرب العدد ستة ستة في واحد ستة ستة في اثنان اثنا وأنا ليس لدي اثنا عشر إذا واحد واحد في ستة ستة تسعة ناقص ستة ثلاثة لنقل تسعة وثمانين مشجعا استخدمت إدارة إحدى فرق كرة القدم سبع حافلات صغيرة ما عدد اللاعبين الذين ستنقلهم ما عدد اللاعبين الذين ستنقلهم كل حافلة كم مشجعا سينتظر الرجوع إحدى الحافلات إذا سوف نقسم تسعة وثمانين على سبعة لنعرف عدد اللاعبين لس... الذين لنعرف عدد اللاعبين الذين ستنقلهم كل حافلة إذا تمانية مقسوم على سبعة يعني تمانية كم من مرة يوجد فيها سبعة يوجد واحد واحد في سبعة سبعة تمانية ناقص سبعة واحد أنزلوا تسعة تسعة عشر مقسوم على سبعة إذا رجعت إلى جدول ضرب العدد سبعة سبعة في واحد سبعة سبعة في اثنان أربعة عشر سبعة في ثلاثة واحد وعشرون إذا سبعة في اثنان أتمد اثنان اثنان في سبعة أربعة عشر تسعة ناقص أربعة خمسة واحد ناقص واحد صفر اذا عدد اللاعبين الذين ستنقلهم الحافله هو 12 كم مشجعا سينتظر رجوع احدى الحافلات هو خمسة اذا هنا ما عدد اللاعبين الذين ستنقلهم كل حافله عدد اللاعبين الذين ستنقلهم كل حافله هو 12 لاعبا هنا كم مشجع سينتظر رجوع احدى الحافلات عددهم خمسة خمسة هم الذين سوف ينتظرون رجوع إحدى الحافلات، باء تتكون أسرة باسو من الأب والأم والأخ وأخت، أثناء الجولة التي قاموا بها جميعا في شاطئ الهرهورة، تناولوا شطائر ساندويتش كلفتهم خمسة وتسعين درهم، ما ثمن الشطيرة الواحدة؟ إذا كم هو عدد أفراد الأسرة؟ اذا سوف نحسب اذا تتكون اسره باسو يعني باسو الاب الام الاخ الاخت يعني خمسه افراد باسو يعني اسرته تتكون من اربعه زائد باسو يساوي خمسه لان هنا اثناء الجوله التي قاموا بها جميعا يعني جميع يعني باسو والاب والام والاخ والاخت اذا عددهم خمسه سوف نقسم خمسه وتسعين على خمسه خمسه وتسعون مقسوم على خمسه تسعه مقسوم على خمسه واحد واحد في خمسة خمسة تسعة ناقص خمسة أربعة ونزيلو خمسة خمسة وأربعون مقسوم على خمسة إذا رجعت إلى جدول ضرب العدد خمسة خمسة في ماذا يساوي خمسة وأربعون في تسعة تسعة في خمسة يساوي خمسة وأربعون خمسة ناقص خمسة صفر أربعة ناقص أربعة صفر إذا تمن الشطيرة الواحدة هو تسعة عشر درهما وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته